رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. صينيه الوراك في الفرن وطلعنا خلاص المسخن اللي احنا كنا عاملينه، ودلوقتي هنعمل كمان مع بعض الجلاش بالكريمه والتمر. طريقه سهله خالص وبسيطه، وصفه حلوه قوي، حلويات حلوه كده، والحشو طعمه يجنن. وتعالوا نشوف مقاديره ونشتغل فيه مع بعض. عندي لفه جلاش، وعندي كوبايتين من اللبن، وعندي كوبايه معلقه ونص من دقيق السميد، هاخد معلقه ونص، ومعلقه كبيره مليانه كده هرميه حلوه دقيق. لو حابين تمكسوا ما بين الدقيق ومعلقه نشا ومعلقه دقيق برضو ينفع، ما فيش مشكله. ومعلقتين كبار برضو مليانين كده سكر وفانيليا، ونص كوبايه من التمر الطري اللي بدون نوى كده، تمر بصوا مفروم مقطعاه كده بالشكل ده، تمام اهو. طريقه سهله خالص، كان عندي شويه كده فايه قطعتهم فرمتهم كده بالشكل ده. وعندي سمنه للتشريب او ان احنا يعني ندهن بيها الجلاش، وشربات طبعا. والشربات احنا متفقين ان احنا يبقى عندنا برطمان شربات كده موجود عندي، يعني انا مش عامله الشربات ده، دايما بنعمل وبنخلي برطمان كده ورا عندنا او في المطبخ، بستخدمه بقى في اي حاجه، في اي حاجه عايزين فيها شربات. يعني من اكتر الحاجات اللي بحس ان هي بتكسلني ان انا اقوم اعمل حاجه حلوه لو لسه هعمل شربات، لكن طول ما الشربات عندي بيبقى سهل انت تقومي تعملي اي حاجه حلوه محتاجه شربات. فالجلاش من الوصفات السهله جدا والبسيطه. اول حاجه هجيب حله بره النار اهي، انا بس مسخناها عشان تنجز معانا شويه، تمام. وهحط فيها كوبايتين اللبن، حلو كده. هحط فيها الدقيق، ولو حابين تمكسوا شويه دي وشويه نشا زي ما قلنا برضو تعملوا كده. معلقه دي السميد، معلقتين السكر، الفانيليا، تمام. كل ده كده ايه هقوم حطاه وهقلب على البارد قبل ما احط على النار. بقى انا حطيت كوبايتين اللبن، حطيت معاها معلقه كبيره مليانه من دي السميد، حطيت معلقتين سكر، حطيت معلقه كبيره مليانه هرميه كده دقيق، او ممكن تحطوا معلقه كبيره ممسوحه دقيق ومعلقه كبيره ممسوحه من النشا، وحطيت عليهم معلقتين كبار من السكر وفانيليا، وهرفع الخليط ده على النار، تمام. بعد ما قلبته كده على البارد هرفعه على النار وهفضل اقلب فيه تقليب مستمر عشان مش عايزاه يكلكع معايا اهو الشكل ده كده. تقليب 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 لحد ما القوام عندي يظبط، تمام. انا يعني هفضل مركزه في التقليب بتاعه كده. وعندي هنا التمر هسيبه دلوقتي على جنب، هيبقى متجهز بس شايله النوى ومفرماه والكلام ده كله. وعندي هنا سمنه سايحه، مفيش مقدار للسمنه عشان انا هدهن بيها الجلاش مش اكتر من كده. هبدا بقى ايه اجيب الجلاش اللي عندي، وطبعا اشتغلوا بالجلاش قبل الوصفه على طول، بلاش تسيبوه عشان بينشف بسرعه، والجلاش من اكتر الحاجات اللي بتتكسر في الشغل اهو. بصوا شايفين اهو، انا عايزه اقلب لحد ما يبقى كريمي. اول ما القوام يتقل شويه هبدا اعمل ايه، هنزل التمر اهو. ساعات كده بيبقى عندنا شويه من رمضان الكلام ده كله، تقدروا كده تعملوا بيه كام تمرايه كده، تقوموا شايلين النوى وحاطين الحشو بتاعكم وكده، تماما الحشو بتاعي جاهز تماما. المفروض طبعا انتوا عارفين يعني احنا دايما يعني ما بيبقاش عندنا الرفاهيه اللي احنا نستنى الحاجه تبرد والكلام ده كله، المفروض ان انتوا تسيبوه يبرد. انا بس هرفعه كده من هنا عشان ايه اهديه شويه، بس طبعا هو هيبقى لسه سخن، تمام كده. تعالوا بقى ايه نرجع دوره ونجيب صينيه نشتغل بيها. طبعا تقدروا تعملوا جلاش عادي طبقات زي ما انتوا عايزين، انا هعمله رولات كده، لكن انتوا طبعا تقدروا تعملوه صينيه جلاش عادي خالص خالص وتقطعوه مكعبات كده وهيبقى تمام جدا. هبدا ان انا افرد الجلاش بتاعي، وهاخد ورقه كده بالراحه، تمام. وهبدا ان انا الورقه دي
ادهنها، اقرب بس السمنه، ادهنها سمنه سايحه. ليه سيحت السمنه؟ عشان تبقى سهله معايا وما تستخدمش سمنه كتير كده وما تبقاش ايه كميه كبيره، لكن لما بتبقى سايحه بعرف ان انا ادهن اللي انا عايزاه بس او اللي انا محتاجاه بس. بصوا ما دهنتش الجزء اللي فوق لان انا ايه هطبقه كده، وهبدا اجيب معلقه عشان احط الحشو على الجزء اللي انا تنيته. ليه تنيته؟ عشان يدي معايا كده يعني تقل كده لما اجي احشي. هحشي دي وبعدين هجيب طبق نحشي عليه عشان ايه؟ عشان الصينيه دي اللي هنسوي فيها. طبعا انتوا لما تسيبوه يبرد بيبقى اجمد كمان من كده. تمام؟ بقى تبداوا بقى تعملوا ايه؟ تلفوا كده رول اهو. تمام؟ واحده واحده كده اهو. خلاص؟ وهكذا وبكمل. طبعا الصينيه اللي انا هشتغل فيها تكون مدهونه. تعالوا نشكل في طبق ونسيب الصينية نرص فيها اهو. تمام كده؟ تعالوا بقى اجيب طبق يعني نبدأ نلف فيه اهو كده. هجيب ورقة وابدأ ان انا بفرشة سمنة كده ادهنها واسيب الجزء اللي من فوق اهو. وابدا كده ايه واحده واحده. احنا عايزين بقى ايه واحنا شغالين كده نعمل دي، واجاوب بقى على شويه من الاسئله اهو كده بنفس الطريقه. اتني ده وابدا ان انا ايه اخد الحشو. حشو اتفقنا لما بيبرد بتلاقوه جامد شويه عن كده كمان. الشكل ده كده يبقى طعمه بجد بجد حلو جدا جدا جدا. اهو خلاص ببدا بقى ايه اخد الرول واقوم لازقاه على طول جنب التاني، ما بسيبش اي فراغ، وهكذا لحد ما اخلص كل الكميه او كل الصينيه اللي عندي. طيب ممكن كمان نعمله يعني لو حجمه صغير ممكن، تعالوا نجرب كده هيجي هنا ولا لا. اه لا هيبقى كبير، خلينا كده اهو الشكل ده كده وهكذا. تعالوا نجاوب على الكيك وليه بتبوظ الكيك. ثبتوا المقدار ده للناس اللي مش عارفه مقدار معين او مش بيظبط معاها مقدار، ثبتوا المقدار ده. هتجيبي اربع بيضات هتضربيهم مع كوبايه من السكر ورشه فانيليا، وهتقومي حاطه عليهم كوبايه، احنا قلنا كوبايه سكر واربع بيضات وفانيليا، وهنضربهم كويس جدا لحد ما يبقوا كريمي خالص. هتحطي عليهم كوبايه من اللبن وكوبايه من الزيت، وبعد كده هتضربيهم، وهتجهزي كوبايتين من الدقيق. كوبايتين الدقيق دول عليهم رشه بيكربونات صودا ومعلقه كبيره مليانه من البيكنج باودر ورشه ملح، وتبداي تحطي المكونات الجافه على المكونات السايله وتخلطيهم مع بعض لحد ما يختلطوا خالص. هتجيبي صينيه مقاس 22 23 24، الثلاث مقاسات دول هيبقوا تمام جدا بالنسبه للخليط بتاع الكيك. وبعد كده تقومي دهناها ماده دهنيه وحط عليها مبطناها بالدقيق، وتكوني مسخنه الفرن قبليها على درجه حراره 180 ولا اقل ولا اكتر من كده، ويكون الفرن شغال من تحت بس ويكون متسخن قبليها بحبه حلوين زي ما اتفقنا. وبعد كده بقوم حاطه الكيك عندي وما بفتحش عليها تماما تماما قبل 45 دقيقه. دي التركات والحاجات. طيب الصينيه اللي بغبس فيها الكيك مهمه جدا ان هي تكون الومنيوم. في صواني تانيه بنغبس فيها الكيك وبتطلع مظبوطه، بس فعلا بجد الصواني الالومنيوم بتوزع الحراره حلو جدا، فالتسويه بتاعتها بتبقى خطيره، بتبقى حلوه جدا. تمام؟ فدي كده الكيك. مهاني بقى ارد عليكي خسيت ازاي؟ اقول لك بقى سريعا كده، انا عامله صيام متقطع 16 ساعه، عشان الناس اللي تسالني وناس كتير قوي بتقعد تسالني في المسجات، عامله صيام متقطع 16 ساعه وثمان ساعات يعني باكل من غير ولا رز ولا مكرونه ولا عيش، بقالي من شهر 4 كده
عشان ناس كتير جدا بتسألني عشان ما تفتكروش ان انا مش عايزة ارد. ده اللي بعمله. الصيام المتقطع اللي انتوا بتصوموا ما بتاكلوش حاجة، بتشربوا بس حاجات ما فيهاش ألبان، ما فيهاش سكر، ما فيهاش يعني شاي، أعشاب، ينسون، قهوة من غير سكر، الكلام ده كله، ومية طبعا. أي حاجة بقى بخلاف كده بتكسر الصيام معاكو، فبيبقى حلو جدا للناس اللي عايزة تحرق دهون، وصحيا كمان للناس اللي عندها سكر ومقاومة أنسولين والحاجات دي بيبقى مفيد جدا يعني. هنبدأ بقى ايه، نكمل كده الجلاش بالشكل ده. خلاص فاضل لنا كام واحدة كده، هنسرع بقى عشان نعملهم، عشان اوريكم هقطعه ازاي. اهو بالشكل ده، بصوا ابتدى لما بارد شوية ابتدى يتقل شوية. دي السميد كان بيدي قوام كده حلو ليه قوي اهو اهو. نبدأ بقى ايه ونتني خلاص نخلص دي واوريكم بقى ايه هنقطع ازاي ونسقي ازاي ونعمل كل حاجة. مقدار ده حلو جدا للصينية اهو. تمام، تعالوا بقى ايه، خلصت خلاص. هجيب طبعا السمنة، اقوم بقى دهنة الجلاش اللي عندي دهنة محترمة كده. اهو الشكل ده اهو. ونبدا بقى ايه نقطع بالسكينه كده. بتاخد السكينه عندك يا محمد؟ نقطع الجلاش على ثلاثه واحده واحده كده اهو اهو. ودخل الفرن، اول ما الجلاش بقى يستوي عندي هقوم اخرجه، مش محتاجه اكتر من ان هو هيتحمر وهيبقى بالشكل ده اهو. اول ما بيتحمر كده ببدا بقى اخرجه، ويبقى عندي شويه شربات اقوم بقى ايه مسقيه كده. شربات بارد وهو سخن، او العكس هو بارد عندي فانا كنت مسخنه الشربات اهو. الجلاش اهو سقى بالشربات كويس جدا اهو كده، تمام قوي وزي الفل. حابين نقدمه في الصينيه، حابين نقطعه هوريكم برضو تقطعوه ازاي. احنا اصلا اوريدي مقطعينه، فيعني ايه محتاج بس اهو تدوسوا عليه دوسه كده بمقطع او حاجه اهو، وهتطلعوه بمنتهى السهوله. هبدأ اتخرجه كده اهو بمنتهى السهوله. حشو بجد من الحاجات الحلوة قوي وهتعجبكم جدا اهو اهو. بصوا ببدأ افصل كده بالمقطع بالشكل ده اهو، وابدأ برضو ايه حلو جدا الحشو، خطير خطير خطير، هيعجبكم جدا الحشو بتاع البلح ده، بيدي طعم حلو قوي. نحط الباقي بنفس الطريقه دي اهو اهو. حلويات سهله وسريعه
وبتاخدش وقت خالص. تقدروا ان انتوا ترشوا بقى من فوق شويه سوداني، شويه اي نوع مكسرات، عايزين تعملوا صوص شوكولاته، عايزين تعملوا صوص كراميل مع التمر مع الكلام ده اللي انتوا عايزينه، عايزين تستكفوا بالشربات ونرش شويه مكسرات كده برده تمام. كده انا عندي صينيه الوراك خلصت، وعندي الفطاير المسخن او الرولات بتاعت المسخن كمان خلصت. تقدروا تعملوا معاها زي ما قلت لكم سلطه زبادي، بتبقى حلوه جدا ان انتوا تبشروا مثلا، تقشروا الخيار وتبشروه وتصفوه كويس قوي من اي سوائل فيه، وتقوموا سايبينه على جنب وجايبين مثلا زبادي وشويه ثوم وشويه من الملح والفلفل، وتقوموا ضاربينهم مع بعض مع العصير ليمون، وتحطوا عليه الخيار وتقلبوهم كده، بيبقى خطير وحلو جدا مع الفطاير دي، بتهدي كده وبتبقى جميله جدا، ومن الحاجات اللي انتوا هتحبوها قوي لو عملتوها معاه، بتبقى بجد خطيره. وتغيير عن الرز والمكرونه، بيبقى محتاجين كده يوم في النص نفصل، يعني اكله كده كل واحد ياخد الساندوتش بتاعه وحجمه كويس جدا زي ما قلت لكم، يعني تقدروا تعملوا اي حجم انتوا عايزينه. والعيش ده انا بجيبه من اي حد بيبيع ساندوتشات الشاورما السوري والكلام ده، متوفر جدا وسعره كويس قوي، يعني مش عارفه الرغيف بيبقى ب 2 جنيه 2 جنيه ونص على حسب. ودي كده كانت حلقتنا، يا رب تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها ان شاء الله. اشوفكم في يوم جديد وحلقه جديده من طبق طبق.